دخل العدوان الصهيوني على غزة يومه المئة في ظل تواصل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أدى لاستشهاد عشرات الشهداء من الفلسطينيين وسط وجنوبي القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة شرقي ووسط خان يونس، كما شن طيران الاحتلال غارات عدة وسط القطاع، فيما ارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف على منزل بدير البلح، وأصيب عدد من المدنيين جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم بربرة للاجئين وسط مدينة رفح. يأتي ذلك في وقت تمكنت فيه المقاومة الفلسطينية من توجيه ضربات لقوات الاحتلال مؤكدة قتل جنود وتدمير آليات في خان يونس. دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها المئة في ظل مواصلة طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 135 شهيدا و312 إصابة في الساعات الماضية. راح منا اثنين ومن اخواتي اثنين اربعة، منين جاي ايش في التسعة اللي ضايلات هالاطفال. فأنا جاي على الحلابة معايا الدبة تاعتي، فإيش صار معايا؟ لقيت حالي إن إيش بمرق في هالأطفال، وبعد ما مرقت هالأطفال أعداء الله طبوا في إيش طخ من رجلي، فصلوا رجلي الثانية، أكلت فيها بكسي وأكلت إطلاق، وفي معدتي أكلت إطلاق، يعني ما ضلش فيا إلا وكل شظايا. أتمت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة يومها المئة، بما في ذلك عملية برية متواصلة منذ أكثر من شهرين دون أي حسم عسكري يلوح في الأفق، وكان الهدف الأول للحرب كما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو استعادة المئات من الأسرى الإسرائيليين الذين أصبحوا في قبضة المقاومة الفلسطينية. من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية الآن أصبحت في ظل التخبط الذي تعاني منه، أصبح هناك إسراء في القتل وفي الجرائم، وهذا الإسراف رأينا ونرى يوميا من خلال المجازر التي ارتكبت، وهذا يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تذهب باتجاه مزيد من الجرائم، تحاول أن تهرب من هذا الفشل الذي لم تحقق منه شيء لحد هذه اللحظة. الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء الحرب يستخدم سياسة التهجير والتجويع والتعطيش التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي بحق أكثر من مليوني إنسان، ما يهدد حياة الآلاف منهم خاصة الأطفال. في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة تستمر رحلة النزوح القصرية، ومعها تزداد معاناة الناس خاصة في فصل الشتاء والبرد القارس والحرمان من توفير أدنى مقومات الحياة الأساسية. عبد الرحيم أبو قويك، تلفزيون دولة الكويت.